الله عز وجل عندما أمرنا بإقامة الصلاة وقلنا إن المسلم لابد أن يتعلم أركان الصلاة وصفاتها على وجه صحيح، كتب الفقه يعني تفصل هذه المسائل، لكن نبتت عندنا نابتة الآن من صغار الشباب الذين يعني أنصاف متعلمين أو في بداية السلم العلمي يقدحون في هذه الكتب، كتب الفقه، ما جاء في كتب الفقه، وخصوصا في كتب الفقه المالكي، ويصفونه بأنه فقه مرجوح وأنه فقه لا يعتني بالدليل وأنه آراء وأنه اجتهادات، ويدعون إلى آراء يقلدون فيها شيوخهم. ما علينا، كل يؤخذ منه ويرد. الشيوخ ليس ما يأتون به ليس من الفقه، هو من الفقه ومن الدين، لكن السيء في هذه المسألة أنهم يشوهون فقه هذه البلد، يخرجون على المنابر ويتكلمون، وتجد الواحد منهم يعني يدوب وبدأ يتعلم ويتبجح بأعلى صوته. هذا رأي الفقه المالكي مرجوح، فقه مرجوح، كلام فاسد، كلام ليس فيه شيء من العلم، ولا يقوله علماءهم ولا شيوخهم، لا يرضوا أن يقولوه، ولكنهم تجاسروا نتيجة بسبب الجهل وعدم المعرفة. ولذلك أريد أن أنصح الشباب في هذا البلد حتى لا يعني يبقى أمام هؤلاء الناس أن ليس لهم حجة وأن الفقه المالكي مرجوح. هناك كتاب وقع في يدي الأسبوع الماضي أهداه إلي مؤلفه شاب اسمه أبو عبد الله توفيق ابن عبد الله الخليفي الزنتاني، مؤلف كتاب سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ما اختاره إمام دار الهجرة الإمام مالك. هذا الكتاب فيه رد على هؤلاء الناس وعلى غيرهم، هؤلاء الشباب الذين يتبجحون بأن رد تفصيلي. هو ليس هذا يعني ما أتى به هذا الشيخ الفاضل هو شيء جديد، هو موجود في الفقه المالكي، موجود في كتب ابن عبد البر، وموجود في كتب علماء البغدادي، وموجود في الموطأ وفي شروحه وفي كتب، لكن نظر لهؤلاء الشباب الذين يحتوي المنابر ويقول العلم المالكي والفقه المالكي مرجوح، نظر لأنهم جاهلون بما في بطون هذه الكتب ولا يعلمونها، فهم لأن من جهل شيئا عداه، فهم يعادون الفقه المالكي. هذا الشيخ بارك الله فيه اعتنى وثنى ركبته وصبر وأخذ ما يتعلق بأحكام الصلاة من بطون هذه الكتب الكثيرة واستخرجها وجعلها في كتاب واحد، بيّن صفة الصلاة من بدايتها إلى نهايتها بالحجة على مذهب الإمام مالك بالحجة والدليل من صحيح السنة، من كتاب البخاري ومسلم وكتب الستة وموطأ الإمام مالك، كل شيء بالدليل. كل مسألة ذكرها الفقهاء، ذكر الشيخ خليل في صفة الصلاة، ولا ذكر ابن أبي زيد القيروان في صفة الصلاة، ولا ذكر غيرهم في صفة الصلاة، أخذ من بطون الكتب المالكية الدليل عليها من السنة. فهذا الكتاب أنصح الشباب الذين هم في هجمة من الطرف المقابل أنهم يطلعوا عليه ويقرؤونه حتى لا يتكلمون بغير علم. الإنسان بعد أن يتعلم وأصبح مؤهلا إذا أراد أن يناقش الدليل فيأتي إلى العلماء ويناقشهم ويأخذ بالراجح، ولكن لا يسفه القول الآخر. أما أن يصعد على المنبر للعامة هكذا ويتبجح ويقول مذهب الإمام مالك مرجوح ويحاول أن يقلد في نبرات صوته كلام شيخه، هذا من التمثيل، هذا ليس من العلم، هذا من مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم المتحلي بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يتحلى بشيء لم يعطى فهو لابس ثوب يزور، لا يجوز هذا المسر هذا الأمر. ولذلك أنصح بقراءة هذا الكتاب فإنه كتاب مهم ومفيد.